يلا صباح الخير. لجنة الصحة النيابية اليوم ناقشت اقتراح القانون المقدم من قبل لقاء ديمقراطي حول استثناء بعض المضمونين المتقاعدين من القانون الذي أقر بمجلس النيابي بإلزامهم بانتساب استمرارية استفادته من الضمان الصحي بصندوق التعدين الاجتماعي، لأنه تبين أن هناك أعداد مش قليلة من الناس عندهم تغطية صحية أخرى رسمية، عم نحكي مرتبطة ربما بتعاملات موظفي الدولة بالأجهزة الأمنية بالقضاء بأساتذة الجامعة، يعني بصناديق الضامن الأخرى. وصار في نقاش بوجود أكيد صندوق وطني الضمان الاجتماعي لهذه المسألة، وبعتقد توصلنا تقريبا لشبه توافق على أن يستثنى من هذه الاشتراك الإلزامي لما بعد التقاعد 64 ربما الأشخاص الذين يملكون تغطية صحية من صندوق رسمي آخر، رسمي آخر، على أن أكيد بيقدم الأوراق المطلوبة. تريسنا بالإقرار النهائي للصيغة بانتظار جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنه في حرص من كل أعضاء لجنة الصحة النيابية أن لا يتأثر أي قانون أو أي تعديل بتوازن المالي وبالأوضاع المرتبطة بالصندوق الوطني الاجتماعي، ولكن بعتقد بالحد الأدنى هذا حق طبيعي لهؤلاء الناس اللي عندهم بعائلتهم أشخاص قادرين يضمنوهم بصناديق رسمية أنه يكونوا معفيين من الاشتراك في صندوق التعدين الاجتماعي. وبتمنى بعد يعني اجتماعنا القادم سنبت نهائيا بهذا الموضوع. شكرا لكم.